بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد حوالين فيديوهاتنا حوالين البحث العلمي والذكاء الاصطناعي. النهارده هنتكلم على AnswersZ.io. AnswersZ عامله اضافات مهمه جدا وعامله واجهه جديده وعامله يعني روابط ما بينها وما بين زوتيرو ومندلي، واحنا كلنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده. ازاي هنشوف النهارده ازاي ان انا استخدم AnswersZ.io في كتابه literature review. literature review مش بس literature review، كمان هيبحث لي عن البيبر، اجيب البيبر المرتبطه بالبحث بتاعي، وازاي ان انا استخرج من البيبر ديت اهم المعلومات واهم الاشياء اللي تعتبر يعني مناسبه جدا ليا ومحتاجها بشكل اساسي. لما بتسجل على الموقع اول ما بتدخل بتجد الواجهه دي قدام منك، في حاجه اسمها كويك كيو اي اللي هي طبعا اسئله ولكن اجابه وسريعه جدا، اجابه سريعه بتعتمد على الريفرنس باك اند انها بيعمل لك يعني اجابه مدعومه بالمراجع. وفي الجهه الثانيه الفور ريفيو، وهنا بتجد مكتوب لك البحث العلمي بتاعك وفقا لاكثر الطرق اتفاقا عليها، وهي الاميريد اللي هي انتروداكشن ميثودولوجي ريزلت اند ديسكشن. دي افضل الطرق للكتابه فمعتمد عليها. لكن ابدا الاول روح على كيو اند ايه هنا اهوت، وهنا هتجد مجموعه من الاوامر او مجموعه من يعني التمبليت القوالب الجاهزه، منها مثلا ان انت لو بتبحث عن فايند ريليفنت ستادي، لو بتدور على دراسات حوالين موضوع معين يبقى ده مناسب. عايز تعمل ليتريتشر ريفيو زي ما احنا هنتكلم النهارده يبقى ده مناسب. عايز اسئله بحث، عايز تسال اسئله على PDF، برضو لو انت عايز تبحث على الريسيرش جاب تجد الفجوات البحثيه، كل الكلام ده هو عايز تكتب ريسيرش بروبوزال، فكل الكلام ده هو موجود في مكان واحد اسمه AnswersZ.io. خلينا نروح على الموضوع اللي عايزين نتكلم عليه النهارده اللي هو رايت ريتشر ريفيو اون. عايز نكتب موضوع حوالين ايه، وهنا هنكتب الموضوع فنقول له والله the relationship between خلينا نعمل كده between academic passion اللي هو الشغف الأكاديمي and self-regulated learning التعلم المنظم ذاتيا. انا طب فين البرومت؟ هنا مجرد ضغطه من حضرتك هنا هيتنقل الكلام يبقى هنا هو. يبقى رايت literature ريفيو اون ذا ريليشن شيب بتوين اكاديميك باشن اند سيلف ريجوليتد ليرنينج. هتقول لي اللغه العربيه، لو كتبت البرومت بتاعك انت باللغه العربيه بيتعامل بكفاءه عاليه جدا جدا مع اللغه العربيه، واحنا جربناه وكتبنا قبل كده منه اشياء حوالين باستخدام اللغه العربيه. قبل ما تضغط على تنفيذ الكلام ده هو روح على الفلتر وحاول تحدد بقى انت نوع الريسورسز او المصادر اللي انت عايزها ايه، بدايه من عدد السيتيشن قد ايه، المينيمم سيتيشن ممكن تقبل من زيرو، عايز تزود تقول 10 15، دي الابحاث لازم يكون لها تم استشهادات لها. الكواليتي بتاعت البيبر اللي انت عايز تعتمد عليها، لو عايز حاجات اي كواليتي بتاعتها عاليه يبقى ممكن تاخد عند كيو 1 او كيو 2 وكيو 1، فخلينا نختار اول. الببليكيشن تايب، ايه نوع المصادر اللي انت عايزها؟ وهنا ده شيء مهم جدا، اكيد الجورنال ارتكل عايزينها، اكيد البوك اند شابتر من الحاجات المهمه، اكيد الريفيو ارتكل، قد يتفق البعض وقد يختلف يقول لك الكونفرنس بيبر، هل بحث المؤتمر عايزها ولا لا، كل الكلام ده اتعلم عليه. عايز تعلم على الكل بمنتهى السهوله اعلم على الكل. الداتا بيز بقى هيعتمد هيبحث عن الكلام ده فين، سيمانتيك سكولر اكيد، الاوبن اليكس برضو اكيد، لو انت بتشتغل في مجال الميديسين مجال الطب فالباب ميت هيبقى مناسب عليك جدا، او الاركس اي في برضو هيعتبر مناسب جدا بالنسبه لك. الويب سيرش لو عايزه يبحث في الويب، هل يا ترى هتسيبه على كل صفحات الويب ولا عايزه في الحاجات التربويه فقط، ولا عايزه في الحاجات الحكوميه فقط، ولا عايزه يبحث في الجميع؟ برضو انت تحدد. فخلينا احنا في البحث بتاعنا تربوي، فخلينا نتفق على طبعا اللايبراري احنا عندنا كنا عملنا فيديوهات سابقه حوالين ازاي تربط الاكونت بتاعك على AnswersZ، تربطه ازاي بزيتيرو مثلا ومندلي، وازاي ترفع ابحاثك الخاصه، كل الكلام دوت. انت لو عايزه يعتمد على ابحاثك ويعتمد عليها ويستخدمها، وانت اكيد رافع ابحاث او تربطه بزيتيرو، وانت اكيد لو شفت فيديوهاتنا السابقه. الببليكيشن ديت لو انت مهتم بالابحاث الحديثه فقط فممكن تقول له ستارت ديت من 2010 او 2020 لغايه النهارده،
لو انت عايز بقى اللي هي بيسموها الابحاث الهامه وامهات الابحاث، ممكن تترك الموضوع تجيب من 1950 1960 1990 فاحيانا الابحاث القديمه بيبقى لها جوهرها. فبعد ما بتحدد الامور دي كلها بتبدا تقول له سبميت هنا اهوت كده علشان يبدا هو يعمل لك البحث ونبص على البحث مع بعض. زي ما حضرتكم شايفين بعد الانتهاء من البحث ببص الاقي البحث ده مننا بهذا الشكل، الانترودكشن والديفينيشنز كي كلمات الرئيسيه والعلاقات المباشره ما بين الاكاديميك باشن والسيلف جريتد ليرنينج، وتاني طريقه التوصيل قد تكون مش مناسبه لتخصصك اللي هو الاي تريبل اي، في هذه الحاله بتختار طريقه التوصيق المناسبه الاي بي اي مع ملاحظه عدد هذا الكم الهائل من الطرق التوصيق 2681 طريقة توثيق مختلفة. فإذا أنا هختار الـ ABA وتأكد مليون في المية أن طريقة التوثيق بتاعتك هتبقى موجودة. لو رحنا عند أي مرجع وضغطنا عليه ضغطة هلاجد في الجهة التانية هياخدني لهذا المرجع بهذا الشكل ويقول لي يعني يديني معلومات حوالين هذا المرجع زي إيه، زي تاريخ نشره 2019، عدد السيتيشن بتاعته كام. لو انا عايز انا شايف ان المرجع ده انا محتاجه انا ممكن احفظه عندي في اي مكتبه او في اي فولدر انا كنت عامله قبل كده، او حتى اعمل فولدر جديد واضيف اليه اقول له كرييت نيو فولدر من هنا هوت من هذا المكان. لو انت عايز تحطه في، طبعا انا عامل موضوع جديد فاقول له والله اسمه اكاديميك باشن، ده الموضوع الجديد بتاعي، واقول له كرييت بروجكت. يبقى اذا هيبدا يقول لي عايز ديسكريبشن هنا، فممكن بقى اقول له ده يعتبر سيكولوجي او ده اديوكيشن او ده كذا، فاشوف ايه التخصص المناسب بالنسبه لي واقوم جاي قايل له كرييت. طبعا انا اكتب له هنا اديوكيشنال سيكولوجي واقوم جاي قايل له كرييت. كده هيبقى عندي حاجة اسمها أكاديميك باشن، ممكن ان انا بعد كده احط فيها اي مرجع انا عايزه. نفترض زي ما قلنا مرجع زي ده هو كده، ممكن اقول له والله اضيفه في هذا المكان فتم اضافته بنجاح. اذا انا دلوقتي بقت عندي الكتابة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. من الحاجات المهمة جدا ان انا لو لقيت اي فقرة مناسبة ليا ممكن اظللها بهذا الشكل وأم جاي يقول له حطهم فين، اقول له حطه لي في ممكن اقول له في الديفولت، لكن انا كنت من الاول عامل نيت بوك اسمه اكاديميك باشن علشان خاطر متسق مع الموضوع دوت. لو انت ما عندكش اعمله كده في الديفولت، حطه في الديفولت، لكن الافضل انك تروح اولا على الاي اي رايتر وتعمل نوت بوك جديده اسمه اكاديميك باشن بالموضوع بتاعك علشان يحتل نفس المسمى. اضغط عليه ضغطه هيضاف ادنج تو اكاديميك باشن، هيتم اضافتها ويفتح الفقره زي ما انت شايفينها بهذا الشكل. احنا هنبقى هنعمل فيديو منفصل حوالين الاكاديميك باشنز ونتكلم عليها بشكل تفصيلي. خلي بالكم لو انتم عايزين شكل المراجع بتاعتنا، لو انتم عايزين ناخد نسخه من البحث ممكن من هنا نروح ناخد نسخه دوكيمنت دي اللي هي طبعا او بي دي اف او لاتكس او مارك داون، كل الكلام دوت ممكن ان انا اتعامل معاه. لاحظوا برضو ان انا ممكن اغير الواجهه او الانترفيس بتاعتي بحيث ان انا اخلي الموضوع مريح للعين اكتر واخلي الكتابه لوحدها، ثم اجي في الجزء اللي تحت هبص هلاقي الجزء خاص بالمراجع. وهنا بقى بيجي جزء مهم جدا واللي احنا بنسميها البيبر تيبل والليتريتشر ماتريكس او الاستراكشن، او ان انا اخرج المعلومات اللي موجوده في كل بيبر من او كل بحث من الابحاث دي. كل اللي مطلوب منك هو انك انت تيجي في الجزء اللي هنا تقول تبحث في الحاجات الجاهزه، هل انت عايز الميثودولوجي تضاف، هل انت عايز الفيوتشر ورك يضاف، هل انت عايز الكي فايندنج اهم النتائج، او عايز تشوف الريسيرش جاب اللي خرجت بيها الابحاث دي. كل ده برضو ممكن حضرتك تعمله بمجرد ان انت تضغط ضغطه هنا اهوت واحده هنا الريسيرش جاب، فهيضيف لك كولومز عمود اسمه الريسيرش جاب. ما تنساش ان في يعني طريقه سهله ان انت تتحرك يمين وشمال من هذا الجزء. طب افرض انا مش لاقي الحاجه اللي انا عايزها، عامل لك كمان برومبت هنا اهوت مكان تكتب فيه. نفترض ان انا عايز اتكلم على السامبلز بتاعتي العينه، فممكن اقول له انا اعمل عمود اسمه سامبل سايز، حجم العينه. يعني حجم العينه هو عباره عن حجم العينه كان كام في كل دراسه، واقول له اد من هنا
علشان خاطر يضيف لي كولومز اسمه سامبلز سايز، واقدر اختار من خلاله. يبقى اذا انا عندي البيبر مكتوبه فوق زي ما انتم شايفين بالريفرنس بتاعتها بطرق توثيقها المختلفه، وتحت منها الليتريتشر او الاكستراكت داتا من كل بيبرز من البيبرز اللي موجوده ديت. وبرضه ما تنساش انك انت ممكن اي حاجه اضفتها وعايز تعدلها زي السامبل سايز انا ممكن الغيها من هنا، او الابستراكت عايز الغيه الغيه من هنا، هو طبعا عايز اخد نسخه من الكلام ده، هو كل اللي عليك تروح على اكسبورت من هنا وتبدا تختار لو انت عايز تختار كل الابحاث. لكن افرض ان انا عاوز اختار ابحاث معينه، ام جاي رايح على جنب هنا وابدا اختار الابحث الاولاني مثلا ده تم اختياره، عايز الغي كل اللي اخترته، بختار عايز اختار الجميع، اختار ينوت. ولاحظوا ان انا كده بختار 36 بحث، ممكن ال 36 بحث اعمل لهم مباشره اد تو نوت بوك، اضيفهم مباشره للنوت بوك، وممكن اعمل لهم سيف الى الاكاديميك باشن الفولدر اللي انا انشاته، وممكن اعمل لهم اكسبورت هنا الى زوتيرو او مندلي، او حتى اخد منهم اعمل لهم سي اس في فايل اللي هو الملف اللي فيه عباره عن اعمده وبيديني البيانات بتبقى بشكلها المتميز اللي نقدر ان احنا نتعامل معاه بشكل تفصيلي. اذا احنا هنا هو زي ما انتم شايفين اقدر اخد الحاجه باكثر من طريقه. ما تنساش كمان ان انت عندك هنا يعني مجموعه من الاوامر او مجموعه من المساعدات المهمه، اما السورتنج مثلا انت ممكن تعمل سورتنج للبيبر اللي موجوده دي بحيث ان انت تقول ريسنتلي بالتاريخ، بابليكيشن ديت تاريخ النشر، موست سايتيشن الاكثرهم فيها توثيق كتير، او رتبهم من A to B Z او من Z to A. برضو نوات خلي بالك انت ممكن احنا اللي شايفينهم خمس ابحاث بس، ممكن اشوف 10 و20 و50، انا عندي 36 في الفلتر. افرض انا عايز اعمل فلتر بقى من الكلام ده هو، تقول له والله انا عايز احنا اخترنا البحوث، انا عايز البحوث اللي هي من 2020 الى الان، من 2020 الى الان. برضو دي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي ممكن ان انت تضيفها في هذا الجزء من الاشياء الهامة جدا اضافتها، انك انت تحدد التاريخ تقول له والله انا عايز من سنة 2020 او من سنة 23 او من سنة 22، وتبدأ تركز على فترة زمنية معينة، يبقى من 22 الى الان ولغاية النهاردة، وتقوم جاي قايل له ابلاي. يبقى انت هتبقى مختصر فقط على البحوث اللي في الفتره الزمنيه ديت هي اللي هتظهر عندك هنا. ممكن برضو تختارهم كلهم بقوا 28 وتحطهم طبعا في تحطهم هنا في الاد تو نوت بوك، واحنا خلاص بقى عندنا اكاديميك باشنز اهي بقى فيها المعلومات بتاعتنا، وزي ما شايفين فيها الجزء اللي احنا وفيها هنا هنبقى يعني نعمل فيديو منفصل حوالين الاكاديميك باشنز وازاي ان حوالين النوت بوك وازاي ان انا استخدمها في كتابه بحث كامل. ما تنساش برضو انك انت لو انت اخترت بعض الابحاث، خلينا اختار كده بحث او اتنين، اخترت البحث ده واخترت معاه البحث كمان هنا، عندنا حاجة اسمها كانفاس، وكانفاس ينوط فيها 100 معلومات مهمة جدا جدا جدا، بداية من اللي انت بس طبعا لازم تختارها، وما اللي انت اخترت بحثين فقط ماشي، ممكن اعمل لهم كرييت نيو تيبل، اعمل تيبل جديد بقى من الابحاث ديت، لو انا الابحاث اللي انا اختارها اعمل منها كرييت نيو تيبل. ممكن زي ما قلت ان انا اختصرت على 28 بحث زي اللي انا اخترتهم، ممكن اقول له بعمل لي نيو تيبل من ال 28 بحث دولت علشان خاطر ان انا ابقى اكثر تحديدا واكثر ارتباطا واكثر توثيقا بالموضوع اللي انا مهتم بيه. زي ما قلت انك انت بالنسبه للبيبر بتاعتك تقدر تغير طريقه التوثيق من هنا هو باي طريقه توثيق انت عايزها، تغير الفيو من هنا باي طريقه انت عايزها، تقدر من تحت هنا هو تاخد البيبر ديت كانها وورد او كانها بي دي اف او ايا كانت الطريقه اللي انت عايزها من خلال الاكسبورت هنا. ما تنساش طيب ان احنا عندنا في الكانفاس في معلومات كتيره جدا 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 هنتكلم عنها بتفصيل ان شاء الله في فيديو اخر بشكل تفصيلي، لان في معلومات مهمه حوالين ازاي اسال اسئله فولو اب كويشنز او اسئله تتبعيه، او ازاي ان انا في نفس الوقت اعمل بيبلوماتريك اناليسيس او اعمل سايتيشن ماب
او ان انا ابحث عن بيبرز معينه او اعمل تشات مع البيبر. كل الحاجات دي في الكانفاس دي هنبقى نعمل لها فيديو منفصل، والنوت بوك برضو هنبقى نتكلم عنها بشكل منفصل. في النهايه بتمنى يكون الفيديو ده مفيد لحضراتكم. كما تعودنا في نهايه اي فيديو بقول لك عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بعمل له شير. في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.